اليوم يعني كانت نتيجه سلبيه بالنسبه لنا، كانت هزيمه، فهذه كره القدم. مباراه نتمنى ان شاء الله باش نساوها. اللاعبين تنحس بهم بانهم باقي ما خرجوش من ذاك الضغط ديال النتائج السلبيه، فبالنسبه لي انا تنظن بان لو كانت نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الدوري فاللاعبين غيتحروا ان شاء الله شيئا ما. فجل اللاعبين عندهم تجربه، هذا ما يزيدنا الا ضغط ويزيدنا الا نتحملوا المسؤوليه، لان الفريق فاز بالدوري ودخل المنافسه القاريه. بالنسبه لنا تقريبا اغلبيه اللاعبين لاعبين مباريات افريقيه، ما لقاوش شي صعوبه، وتنظن بانه سهلوها، بان يمكن لك تفوز مباراه او مبارتين يعني تاهل المجموعتين، فكل شيء غيبقى بيدينا وبيد اللاعبين باش ان شاء الله نحقق الاهم ان شاء الله. الطموح ديالي دائما طموح ديال النتائج، طموح ديال تلعب على شيء ما تلعبش ادوار طلائيه، فهذا هو اللي خلاني نختار بان اختار اتحاد طنجه. مازال الدوري طويل ان شاء الله، تنظن بان مرحله فراغ غتمر. انا بالنسبه لي تكون في بدايه الموسم احسن ما تكون في نص الموسم ولا في نهايه الموسم، فهذه هي كره القدم. تنتمنى ان شاء الله باش من هنا القدام نحققوا نتائج ايجابيه.